أحلى 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 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة زيرمات السويسرية. طبعا ممنوع السيارات فيها، لكن هاي سيارات الخدمة، فينا يشتغلون يعني شركة تشتغل، وفي سيارات كهربائية وفي عربات جرخول، هاي تبع الفنادق، اللي فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم يشلونك أنت وعفشك يودونك الفندق. هاي زيرمات صورناها عدة مرات، الصيف تكون أحلى. ليش يحطون ورود؟ دائما يحطون ورود على البلكونات في سويسرا كلها، مو في زيرمات بس. من المدن السياحية الشهيرة جدا في سويسرا، والصيف هذا الشتاء اللي طاف من كثافة الثلوج قاموا ينزلون الناس بالهليكوبتر، لا القطار تحرك، لا السيارات تحركت، لا شيء. بياكم الله وبياكم في الاتجاه إلى زيرمات. أنا هالمدينة ما كنت أبغى أزورها، شبعان منها، لكن يوميت عند الجسر هذا، الجسر أول شيء مسكر، ثاني شيء لازم تمشي على الأقل 3 ساعات، وخلتني اضطريت أني أروح زيرمات. سبحان الله، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. طبعا زيرمات توصل عيا بالقطار هذا قيمة 16 فرنك رايح جاي، وكل ساعة في قطار، يا أما تاخذ تاكسي يوديك لين فوق ويرجع عنك. نشوفكم إن شاء الله. الثلوج شوفوا كيف أكثر، كله يعني 90% ذاب الثلج اللي نواصل تصويرنا. كانوا في السابق الرعيان يمرون في هني بالأغنام مالهم وباللبسهم المميز، كانوا يسوون حركة حلوة جدا، والأغنام بالأجراس مالها كرنج كرنج كرنج. مرة واحدة صورتهم أنا، ما زالت أفتكر، ما زال الفيلم موجود عندي، أظن في واحد من الأفلام اللي أنا رفعت له المدينة موجود الفيلم التصوير هذا. لقطة مميزة يعني ما كنا نتوقع، ما أول مرة نشوف غنم يمشون في الشارع يعني. هذا فندق بوست، السيارة مالتهم. أذكر في مطعم مال بيتزا هني، لا جدام بعد جدام فنان. حين وقت له هو الغداء وهو العشاء، دائما أقول لكم المسافر لا تضربون تضربون عريوق وغداء وعشاء، ما كنكم مسافرين، ترى خلوكم، ترى السفر فرصة أن الواحد يسوي ريجيم على الأقل. طبعا هني قريب من زيرمات يا إخوان، المدينة اللي مريت عليها قريبة جدا من زيرمات، مدينة تراند اللي فيها أطول جسر مشاف، فأنصحكم لا تيونا مشي، بتمشون مشي. فأنا هذا اللي رجعني، وأصلا بعد مسكرينه بعد اليوم الأيام هاي، ما أدري متى بيفتحونه في الصيف، أكيد فيه يمكن آخر 5، لكن خلكم منه، متعب يعني، بيكون الشغلة متعبة جدا يعني. مشي ساعة نص ساعة ما عليه، أما مشي 3 ساعات وعلى صعود بعد جبل. اليوم الاثنين ظني تاريخ 7/5، إذا ما خاب ظني 7/5/2018، المهم إنه ما كان 7/8، 7/5/2018، ودرجة الحرارة حاليا 20. الساحة الرئيسية في البلدة، وين فندق زيرمات هوف والكنيسة، هذا هوتيل بوست، كلها فنادق. طبعا المدينة هاي كلها فنادق، مثل ما قلت لكم منتجع شتوي
من الدرجة الأولى. ويوم يكون الورد موجود في البلكونات غير، المنظر غير. مونت غريفن بلس، مكان عجيب. هذا المطعم الإيطالي، شوف شو عنده. مول جنب فندق مونت غريفن بلس، المطعم الإيطالي. تقدرون توصلونها بالغطاء من انترلاكن بالسيارة، في عدة وسائل. في الصيف تشوفون هالبلكونات كلها ورد، كلها ورد. وصل، والله الصينيين من عشين أوروبا عاش غير طبيعي. المنطقة هاي يا اخوان المحاذية الحدود السويسرية الإيطالية، هذه المناطق هاي كلها جبال وعرة جدا المناطق هاي. هذا في الوادي تمشي قدام تيكم هاي حديقة المغامرات، هاي فيها نزول السوبرمان. حياكم الله وبياكم. شوفوا هني عادي يعطون يعطون لنا حياكم الله وبياكم في بحيرة شوارز سي. هذه البحيرة تبعد عن انترلاكن تقريبا ساعة واربعين دقيقة تقريبا بالسيارة، لكن الزين فيها برويكم شو الزين فيها. أنا متعمدة أمر أصور للبحيرة هاي، فيها زحليقة جميلة جدا، فيها قمة هني، فيها نشاطات ثانية يعني تصلح حق الشباب، سياكل، تنزل من القمة بسيكل وكذا، بعدين من نروح صوب القمة. بس أنا رايح قمة ثانية، قمة ميسلون، بس قلت بمر بصور لكم هالبحيرة الجميلة، شو رأيكم؟ كان ممكن تأجير قوارب هنا، قوارب بلاستيكية. نروح ناحية القمة الزحليقة شوارسي. نحن هناك في الإمارات الشوار نعطيه كرمكم الله الدبش، وهني شو أحلى بحيرة اسمها شوار. طبعا هذا المطعم الحلو، هني ألعاب للأطفال مجانية، والزحليقة طبعا، وهاي طبعا في الشتاء اماكن تزلج على الثلج، وفي الصيف نشاطات ثانيه. شوفوا النشاطات اللي فوق، تركب السيكل هذا، تنزل من فوق الزحليقه، يفتحون من تاريخ 31/5 يفتحون. هذه الأشياء اللي ألعاب للأطفال فوق، بس هذا أهم حاجة السياكل هاي اللي يشوفونها الحجرية هاي. هاي الأسعار، الكبير 22 والصغير 17 قصدي 19.
هاي يقصدون بها شيء ثاني للألعاب أظن اللي فوق، أظن يقصدون بها السيكل ولا الزحليقة، كله بالألماني مكتوب المشكلة. حياكم الله وبياكم. هني قمة ميلسون قريبة من قلعة قرية، هاي طبعا أهميتها في الشتاء أكثر، فيها زحليقة حلوة، وأنا بطلع القمة شفت الزحليقة مسكرة، شوف لهم تواريخ معينة، بروح هناك بشوف ال هني الزحليقة، زحليقة حلوة حتى في الشتاء، حتى في الشتاء شغالة أيام المطر ولا أيام الثلج شغالة. نروح نشوف الجهة الثانية، يا أخوان عقب ما مشيت ساعتين من قريب من قرية لين هني لين زرمات، شوفون الجسر هذا، أنا جاي حق الجسر هذا، أطول جسر في العالم، أطول جسر حديدي للمشاة، لكن مشكلته لازم أوقف السيارة وأمشي من ساعتين إلى ثلاث ساعات للوصول له، وبعدين نفس الشيء بعد ما تراجع. شوف يعني أنتوا مسوين هالشيء هذا، ما سويتوا تلفريك، ما سويتوا شيء سهلون للناس الوصول، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا حاطنا في الخطة من متى، من كم من شهر. هاي منطقة رند، هاي بلدة رند قريبة من زيرمات، تحت زيرمات، شوف الغريب، روح مكسر الغريب.